ليش اخترت الإعلام؟ لأنه ببداية الثورة ما كان في حدا عم يغطي الأحداث اللي عم بتصير بسوريا، وما كان حدا يعرف أخبارنا، حتى نحن سوريين ما كنا نعرف شو عم بيصير بغير مناطق. أولاً لأنه النظام منع الصحافة الأجنبية من دخول البلد، وثانياً الإعلام بسوريا كان مسيطر على النظام. وحبيت كون صوت اللي ما له صوت. في كتير ناس مظلومين، في كتير ناس مغيبين في المجتمع، في كتير ناس يعني مضطهدين، يعني حبيت انه انا اكون صوته. هو بمثابة توثيق للعمل للعمل الانساني، وتوثيق للانتهاكات اللي عم تصير بحق الناس، وتوثيق عمر التاريخ للشيء اللي عم يصير بالعصر اللي نحن فيه. كان في عنا ثغرة كتير كبيرة في مجال التوثيق ومجال الإعلام. هاي الثغرة اللي كانت موجودة اضطرتنا أنه ندخل في مجال الإعلام رغم أنه هذا مو من اختصاصنا. التحديات اللي أنا واجهتها بعملي كصحفية، أولاً الخطر الأمني، ثانياً الخوف على حياتي، الخوف على حياة أهلي، وثالث نقطة هي أنه المجتمع ما كان يتقبل وجودي بالعمل الصحفي بمعظم الأحيان. إحنا مجتمع في العقرب سمو مجتمع شرقي، هو مجتمع محافظ، فما فيه المرأة تطلع تفوت تاخذ حريتها بالحركة. نظرة المجتمع للمرأة نظرة دونية، يعني انه ما بتحسن تشتغل، ما بتحسن تعمل هيك، ما بتحسن تتصرف هيك. اهم التحديات هي العقد المجتمعية اللي انه بتكرس فكرة انه المرأة هي سقف عملها والمجال لازم تشتغل فيه هي الاعمال مثل معلمة، مربية او ممرضة، بس يعني هون لازم توقف يعني طموحاتها. موضوع الفصائل في تشدد، خلينا نقول مو ديني، تشدد حتى بخصوص المرأة، يعني طبعا تشدد مرأة، موضوع اللباس، موضوع تطلع على التلفزيون، تظهر على التلفزيون، إجبار بده تكون العمل الصحفي بده يكون في ظهور على شاشات التلفزيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، على كذا. بنرجع دائما بتكون العادات والتقاليد. موضوع الديني نفس الموضوع، هو اللي عم بيكون ضمن هاي اللي بيمنعها. قصف أنا بعتبره من أهم التحديات في حال وجود قصف، هو في صعوبة كبيرة بالنسبة لنا كنساء. الصعوبة الثانية هي توفر المواصلات والوضع الأمني اللي ضمن المنطقة، إنه هي ما بتحسن تطلع لأماكن لتغطية القصف. المجتمع ما بيتقبل إنه مرأة صحفية تكون موجودة في المجتمع. أول شيء بتكون عندها ثقة عالية بنفسها، وتحاول قدر المستطاع تبتعد عن المشاكل، يعني تحاول طريقتها بأسلوبها بتعاملها مع المجتمع أن تجذبه له، وأنه أنا لا عم بشتغل شيء صحيح، بالعكس عم بنقل رسالة سامية. يعني وقت اللي بتكون شخصية الصحفية قوي بتحسن تتحدى المجتمع، وقت اللي بينظر لها النظرة وتثبت له أنه يعني أنه هي قد كل شيء وقد الحمل. في كتير أحيان الصحفي ما بيحسن يوصل لمواقع اللي بتوصل للمرأة. نعتبر المرأة نصف المجتمع، ويعني مثلا المرأة بتحسن تفوت في مشكلة عند المرأة بتفوت لعندها بتحادثها مرأة لمرأة، أما إذا كانت مشكلة عند المرأة ما بيحسن زلمة يفوت، لأن هن أكثر قدرة على الوصول لأماكن حساسة بيعجز عنها الرجال. إذا جدت، إذا صممت، قررت، ممكن تتخطى خلينا نقول 5% من هاي الصعوبات وهي التحديات، بس انه تتحداها بشكل كامل، لانه هذا مجتمع. اذا بدك تنهي تتحدى بشكل كامل بدك تلغي المجتمع. بتمنى كتير انه دور المرأة يكبر اكتر ويكون وجودها فعال اكتر بالاعلام السوري البديل، لانه معظم الامور النساء بيشوفوها بطريقة كتير مختلفة عن الرجال. القصص اللي بيغطوها السيدات مختلفة جدا عن القصص اللي بيغطوها الرجال، وبتخيل انه احنا كيف بنشوف الامور كتير مهم انه يكون واضح كجانب كيف المرأة السورية بتشوف مستقبل سوريا، لازم يكون موجود بالاعلام البديل.